وكالعاده نبدا بقى من عند النادي الاهلي ونروح لتفاصيل اخبارنا. الاهلي يخوض تدريباته في الكونغو استعدادا لمواجهه مازيمبي. بعثه الاهلي وصلت الى الكونغو بسلامه الله استعدادا لمواجهه مازيمبي يوم السبت القادم في ذهاب دور نصف النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا، وهي مباراه من العيار الثقيل جدا. اجواء الكونغو غير اجواء اي دوله ثانيه في افريقيا، زي ما حضراتكم شايفين معانا هو ده في المطار. مباراه شديده الاهميه في مشوار الاهلي الافريقي للدفاع عن لقب دوري ابطال افريقيا، اللقب الذي يحمله النادي الاهلي، وبالتاكيد مفيش مباراه سهله في الادوار الاقصائيه. وزي ما بيحصل في مدرسه النادي الاهلي، اللي فات انتهى، سواء اللي فات ده لو انت خارج من بطوله او لو خارج من مباراه فيها باد لك او فيها سوء توفيق اي حاجه، خلاص تخطينا نتيجه مباراه الزمالك واللي حصل فيها كله خلاص انتهى بالنسبه لنا. التركيز تام بدا باستعداد النادي الاهلي لمواجهه مازيمبي. وامبارح في نفس اليوم اللي سافرت فيه البعثه كانت بدايه التدريبات، ولكن على ملعب مدينه نصر لانها ترتان زي ملاعب مازيمبي، وده بعد راحه قصيره حصل عليها لاعيبه النادي الاهلي مده 24 ساعه فقط. يعني البعثه سافرت برئاسه الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي على تواصل مع السفاره المصريه في الكونغو للاطمئنان على كل الترتيبات قبل السفر علشان يتم توفير افضل اجواء ممكنه للفريق قبل مواجهه مازيمبي. وصلت البعثه الى الكونغو في ساعه متاخره من مساء امس الاربعاء بعد رحله الطيران. طبعا الافريقيه ليها عيوب كتير، رحله شاقه استغرقت ما يقرب من 7 ساعات تقريبا يعني. وكمان بمجرد وصول البعثه في اجتماع مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره اللي سبق البعثه الى الكونغو عشان يرتب كل الامور وامور الاقامه وتفاصيل الاداريه، طبعا كمان الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي بقياده مارسيل كولر حرص على اصطحاب شيف، طبعا الشيف محمد فرحات، الى الكونغو لتجهيز الوجبات الخاصه بالبعثه خلال فتره التواجد الاهلي في مدينه في الكونغو يعني. وقام الدكتور احمد جبلة طبيب الفريق بالتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف. والله بالمناسبه دي عايز بس اعلق تعليق صغير للكابتن خالد بيبو. الكابتن خالد بيبو يمكن الكلمة دي أنا ذكرتها قبل كده وقلناها في حلقات سابقة قبل كده، من أول ما تولى الكابتن خالد بيبو مهمته كمدير للكرة تلاقي اسمه بيتذكر في بعض وسائل الإعلام لما الأهلي بيتعادل أو بيخسر بس. لكن الأهلي كسب برونزية كأس عالم، محدش جاب سيرة الراجل. الأهلي يكسب السوبر في أجواء في السعودية، محدش يجيب سيرة الراجل. وكسب كأس مصر، محدش جاب سيرته. كسب السوبر المصري في الإمارات، محدش جاب سيرته. كابتن خالد بيبو انا مش فاهم في ايه. في بعض من المترصدين لكابتن خالد بيبو على السوشيال ميديا تحديدا وفي برامج معينه يعني، كابتن خالد بيبو الماتشات اللي بنكسبها والماتشات المهمه في النادي الاهلي والنهائيات اللي الاهلي كسبها كان الكابتن خالد بيبو ملوش دور في ده خالص، انما ماتش تعادل دروب في دوري، ماتش عادي الاهلي خسره، الكابتن خالد بيبو السبب. انا مش فاهم في ايه. الاهلاويه بيحبوا كابتن خالد بيبو جدا، وانا مش بتكلم على جمهور النادي الاهلي يعني، احنا هنا الاهلاويه مقدرين مجهود الكابتن خالد بيبو واللي بيعمله مع الفرقه ودي اهم حاجه، لكن في بعض وسائل الاعلام بتحاول تهز استقرار النادي الاهلي اللي الاهلي مميز بيه جدا يعني. احنا النادي الاهلي النادي الاميز في الشرق الاوسط وافريقيا ويمكن من اميز انديه العالم في الاستقرار. في ناس بتحاول تهز الاستقرار ده بانها تتكلم بقى على افراد معينه بعينها. كابتن خالد بيبو هو الراجل مستعد يتحمل الضغط، يعني بالعكس هو رافع ضغط عن بقيه الفرقه يعني. في لعيبه الناس ما تكلمش على مهاجم ضيع او على مدرب ما كانش موفق، لا ما تكلموش على كل ده، كابتن خالد بيبو بس هو السبب في الهزيمه، وده شيء غريب جدا بالنسبه لي يعني. انا مش فاهم في ايه. وبيطلع على فكره من ناس مش اهلاويه يعني، بالمناسبه اللي بيقولوا الكلام ده ناس مش اهلاويه اصلا. الاهلاويه بيقولوا احنا ورا اللي موجود، احنا بندعم اللي موجود ايا كان الاسم مين، ده الاهلاوي. جمهور النادي الاهلي حتى لو هو شايف اي حاجه لعيب مش موفق مدرب مش موفق، هو في ظهره، لان احنا التارجت بتاعنا بطوله مش التارجت بتاعك ماتش ابدا. احنا ما بنحاسبش بالقطعه هنا، النادي الاهلي ما بيحاسبش حد بالقطعه بالمناسبه يعني، احنا حساباتنا البطوله. وجمهور النادي الاهلي اول جمهور بيعترف بالمبدا ده، ان ما فيش حساب بالقطعه، الحساب عندنا البطوله. خدت دوري يبقى انت حصلت على الدوري العام، خدت بطوله افريقيا يبقى انت حصلت على بطوله افريقيا، خدت برونزيه كاس عالم الانديه انت حصلت على برونزيه كاس عالم الانديه. ما يفرقش معايا ماتش كسبته ماتش خسرته، انا اللي يهمني النتيجه النهائيه. انا كاهلاوي بزعل كده كده لو انا خسرت نقطه، لكن انا اللي بالنسبه لي التارجت الهدف البطوله. والمباراه مازيمبي دي مباراه صعبه جدا ومهمه جدا، ولذلك تعالوا نروح او قبل ما نشوف التقرير ده بس مش عايز انسى ان الناس اللي بتتكلم على كابتن خالد بيبو في حاله
انا ما عنديش مشكله يا سيدي اتكلم، بس لما يبقى في مكسب ما تنساهوش. يعني هو الراجل مش فارق معاه، الراجل معدي من النجوميه القصه دي خالص، الراجل في قلوب الاهلاويه بمناسبات كتير جدا يعني. لكن ما تنساش ان الراجل ده زي ما انت بتقطع فيه او بتفتكره بشيء سيء وقت الهزيمه او وقت التعادل، طب هو ملوش دور في المكسب؟ هو ده انا بالنسبه لي ده الغريب في الموضوع. المكسب يبقى بسبب لعيب، سبب مدرب، سبب اي حاجه، لكن مدير الكوره ملوش علاج. يعني اناشد ده في بعض وسائل الاعلام، مش الكل طبعا، في ناس عارفه ومقدره وجمهور النادي الاهلي عارف ومقدر قيمه كابتن خالد ديبو، واي انتقاد موضوعي انا ما عنديش مشكله فيه. يعني لو في خطا اداري انتقد، لو في شيء انت شايفه واخد بالك منه انتقد، انا ما عنديش اي مشاكل مع النقد الايجابي الموضوعي. انما ان انا ابقى اجيب اي مناسبه اترصد بيها لكابتن خالد بيبو، ده شيء مش منطقي بالمره.